يعني أنا أستغرب اللي يقول المرأة سلعة على أساس مثلاً أنها تروج في الإعلانات وغيره. ترى حتى الرجل بعد الحين صار سلعة أكثر ويروج بالإعلانات ويطلعونه وهو قالع والعضلات والجسم. ليش عاد المرأة اللي صارت سلعة بس؟ مع أنه أنا على فكرة ضد الاثنين يعني، بس أنه لا نقعد نحط الاتهامات بس على المرأة. تقول لي المرأة ناقص، بذبحك بقتلك. يعني أنت جاي تقول لي أنا أنه المرأة ناقص؟ تعال أذبحك تعال. لا عادي المرأة تعيش، يعني شوف الإنسان ما يقدر يعيش لحاله، لأن الإنسان بطبعه كائن اجتماعي، بس أنه ما تقدر تعيش، أنه مثلاً ما تقدر تعيش بدون زوج أو كذا، لا هذا مو صحيح. تقدر تعيش بس أنه عندها بدائل أخرى، يعني عندها أهلها، أمها، أبوها، أولادها، في بدائل أخرى. غير صحيح. العاطفة أنا أشوفها في الإنسان رجل أو امرأة. ليش دايماً إحنا نتهم المرأة أنها عاطفية؟ في نساء جبابرة أكثر من الرجال وقلوبهم قاسية أكثر من الرجال، فأنا ما أتفق أبداً مع اللي دايماً يقول لك المرأة عاطفية. العاطفة طبع إنساني في المرأة أو في الرجل. أنا أحاول أني أكون عقلانية بس أنا عاطفية أكثر حالياً. إيه يمكن قبل كنت العقل، يعني مراحل العمر قبل يمكن كان العقل عندي أكثر. الواحد كل ما يكبر تصير عاطفته أكثر. المرأة هي كل الحياة، المرأة كل العائلة، لأنها إذا صارت قائدة يغار منها الرجل، يو على غيرة الرجل، قاتلة مدمرة. يعني دايماً أقول أنا أنه غيرة النساء بسيطة، يعني تجي تقول لك أوه هذه مسوي عملية تجميل مو حلوة طبيعي، هذه لبسها ما أدري وش فيه، بس الرجل ينسف، غيرته ناسفة. أنت ليه اليوم مستفز؟ من جد يعني قاعد تقول لي أنا الكلام هذا؟ لا طبعاً أنا ما أتفق مع هذا الكلام جملة وتفصيلة. أرد على إيش؟ أما هذا كلام أصلاً لا يرد عليه لأنه غير وارد في قواميسي. المرأة ناقصة، ما أتقبل أبداً هذا التعبير. أنا سمر، المرأة اللي كل واحد زي ما يشوفها. أترك الإجابة مفتوحة.